نحكي على القضية اللي أثارت الرأي العام العالمي، جوني ديب أمبر هيرد، القصة الكبيرة اللي بديت حكايتها تتشعب وأخيرا المحكمة قالت كلمتها. شكون ما سمعش اللي تحكي عليه في الصحافة، بالفضيحة، بالعنف، بالمشاكل، بالاعتداءات بكل أشكالها، بالتفاصيل العالم، ولا يتفرج في مشكلة ما بين زوج وزوجته قدام الشاشات، قدام الشاشات بالملايين الناس كانت تتبع في المحاكمات، حتى لين وصلنا إلى أرقام قياسية غير مسبوقة. والهدف كذلك بشنو خرجنا من هذه المحاكمة؟ فما تقريبا رأي عام قاعد يتبدل، فما كيف كيف، فما يبدو أنه فما كذلك نظم قاعدة تتغير بشوية بشوية من خلال المحاكمة هذه. جوني ديب أمبر هيرد، الحديث باش ياخذ وقته مع اللي تبع المحاكمة هذه بكل تفاصيلها، الزميل رمزي ملوكي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا هادي، شنو أحوالك؟ تبعت المحاكمة، تبعت المحاكمة 6 جمعات محمومة على قناة سي نيوز، كنت تواكب في كل هذه التفاصيل غير المسبوقة. ما نتصورش أنه فما طلاق في هوليود خذاه الحجم الكبير من المتابعة والانقسامات والمفاجآت. عندك الحق، هذه أول مرة نشوفوها، وأنا شفت معناها برشا قضيات هنا في الولايات المتحدة، أما ما بين زوز ستار متاع هوليوود معناها يتقابلوا هكا في محكمة، وخاصة يحكيوا معناها كل ديتاي من حياتهم الشخصية، وفضيحة بالمجد فضيحة، وإحنا كنا متفاجئين معناها الصحفيين اللي كنا نتبعوا في القضية هذه في المحكمة في فيرفاكس فيرجينيا، في مدينة فيرفاكس. نقول لك الحق، ما عمري ما شفتها. لازم تعرف اللي فما زاد كذلك شهرة متاع جوني ديب اللي هي راهو عطت برشا حاجات، برشا ناس جاو، حتى فما ناس جاو من أستراليا باش يحضروا في معناها، وما يدخلوش معناها القاعة متاع المحكمة، يقعدوا برا باش كل ما جوني ديب يجي يسلموا عليه. ويظهر لي السوشيال ميديا عطات هي الرأي متاعها، الأوبينيون بيبليك متاعها، لكن الجوري اليوم قرر معناها ان فافور دو جوني ديب. ولهذا امبر هيرد قالت، وخاصه محامه امبر هيرد قالت اليوم اللي الجري هذوما اللي 7 من الناس اللي معناها قروا هذوما، قالك ايزون ايتي انفلونسي من السوشيال ميديا. الله اعلم، ما نعرفش كان انفلونسي السوشيال ميديا، لكن كما قلت هذه عمرنا ما شفناها في تاريخ هوليوود. وقت اللي تبعنا المحاكمه فما انا شخصيا السؤال طبيعي عادي أن المحاكمات تذاع بذلك الشكل العلني، وخاصة وقت اللي نحكيه على فضاء، فما حاجات معناتها جنسية، اعتداءات جنسية وقع اتهم بها جوني ديب، اللي هي معناتها تقالت في أدق تفاصيلها، معناتها ولاد صغار من المفروض ما يشوفوش حاجات كم هكا، واليوم هذا ولا متاح على الانترنت، أكثر من 6 ملايين متابع في لايف على السوشيال ميديا، حاجات كم هكا ما نعرفش. أنا دارش في أمريكا وعادي يقبلوا النجوم أنه المحاكمات متاحهم تتعدى بشكل علني بكل ما فيها من أحيانا عنف وحاجات عادة معناتها الواحد جسمه يقشعر وقت اللي يسمع بها. بالمجد عندك الحق هادي. ونقول لك حاجة، أولا يجبنا نذكروا اللي القضية هذه قضية محكمة ماهيش على العنف المنزلي، هذه لازم ما نجموش ننساوها، هذه قضية في سمحني الكلمة بالعربي يظهر لي الديفاماسيون، هي التشهير يظهر لي. هذه قبل كل شيء، قبل كل شيء جوني ديب تكتب عليه اون تريبيون في واشنطن بوست، كتب لها أمبر هيرد ما غير ما قالت اسمه، راهو لازم نذكره 2018 ما غير ما قالت اسمه، لكن قالت انا ضحيه نتاع عنف منزلي، وانا معروفه في العالم اجمع، انا ستار وعندي واحد معناها كنت متزوج منه، عندي معناها ضربني وفهمت هي. ولهذا جوني ديب قال تعرف شنو المره هذه اللي هو جوني ديب راهو عملت له انترفيو برشا مرات، هذا جوني ديب ديسكري عمره ما يحكي على حياته الشخصيه وقت اللي كان مع فانيسا باغادي ولا حتى مع كيت موس، معناها عمره ما يحكي على حياته الشخصيه. ولهذا يظهر لي جوني ديب قال المره هذه مانيش نسكت باش نحكيه كل شيء. وتلقى في هالقضيه هذه فما حاجات يا هادي تقعد معناها كما قلت انت تقعد تتفاجئ كيفاش معناها في كل عركه تخرج هي البورتابل وتصور، فهمتني؟ معناها شفنا دي ديتاي هذه كان الاول اليوم، معناها قلت لك ستة اسابيع وانا نتبع في البروسيس هذه 3 ولا 4 مرات في النهار، معناها نعمله في الديبلكس على سينوز، نقعد بها كل يوم، نقعد بها تقولش عليه فيتون، لكن فيتون خايب يا مسلسل خايب يا هذه. جوستومون لهنا رمزي اللي نعرفوه معناتها انه كان فما خلاف
كان فما، وخلينا نحط الامور في اطارها، امبر هيرد هي تلك الفتاه المغموره اللي جايه من عائله متوسطه تحلم بالنجوميه والشهره، تعرفت على جوني ديب، قربت منه، هي اللي قربت منه باش تاخذ ادوار، حبها، تزوجوا، من بعد دارت عليه بشكل 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 واضح. لكن اليوم الحاجه اللي انا معناتها والعالم الكل يتسائل هو كيف تحولت هذه الشخصية، شخصية أمبر هيرد، من ضحية والناس متعاطفة معها وفما حملة تشويه كبيرة صارت لجوني ديب، وحتى معناتها وقع وهذه حاجة ما عادش سر، معناتها وقع حرمانه من كثير من الأدوار، وقع معناتها هو بيدو قالها في المحكمة، قال انتهيت، خسرت كل شيء. كيف يتحول بوقت قصير من ظالم، علما وأنه تصوير الراجل اكتشفتها أنه كما في أمريكا كما في تونس، معناتها الراجل ديما متهم حتى تثبت إدانته عندما يتعلق الأمر بالعنف المنزلي والزوجي. دونك في نهاية الأمر كيفاش السرعة هذه اللي يتحول فيها شخص من المنبوذ رقم واحد في هوليود إلى البطل، واليوم الناس تصفق له وكأنه حقق انتصارا كبيرا؟ على خاطر مرة أخرى السوشيال ميديا هما وراوا اللي شهرة متاع جوني ديب قعدت هي بيدها من اللي جوني ديب بدأ، يعني من مسلسل 21 جام ستريت واللي كبروا مع جوني ديب إلى بايروس ذا كاريبيان لبيغات دي كارايب ودور جاك سبارو اللي اليوم معناها اللي فان تاع جوني ديب عمرهم 4 سنين 6 سنين. فما هذيك حاجة اللي نقوله باللغة الفرنسية كابيتال سامباتي، عنده كاريزما، ذا حاجة مش ينهار الكابيتال هذي الكل بمجرد أنك تحكي على مثلا مغتصب، معنف، حاجة مش الكل ينهار، يذوب في لحظة كأنه لم يكن، وتعتبر أن الشخص اللي كنت تحبه هو خدعة. اسمع، ذي رو حكاية واحد يزمو يلقى طول ديتاي. حاجة يزمنا نفهموها اللي في هوليوود، وقت اللي فما كلمتين في هوليوود الناس ما يحبوهمش، وكي نحكي في هوليوود يعني نحكي استوديوات واللي برودكتور يعني المنجين والمخرجين، الزوز كلمات هما عنف منزلي. دوم يسمعوا كلمة عنف منزلي، انت متهم ولا مش متهم ما يعرفوش، ما صارت محكمة ولا حد شيء، هادي دوب يخرجوك. ولهذا جيري بروكنهايمر اللي هو المنتج لبيغات دي كاريب مع ديزني اللي هو كذلك المنتج والموزع متاع بيغات دي كاريب، قرروا في وقتها قالوا جوني ديب ما عادش يرجع كجاك سبارو. وهذه حاجة معناها تعرفوا لي جوني ديب راهو ما عندوش مشكلة متاع فلوس، جوني ديب غني برشا، فهمت؟ 670 مليون دولار، 650 مليون، لا معناها كي تحسب لي بيغات دي كاريب الكل فرانشيز الكل تقريبا 350 مليون دولار ولا حاجه هكا، فهمت؟ معناها ما عنده حتى مشكله، يظهر لي هو اللي تمس معناها في شخصيته وتمس هو في الفيلينجز نتاعو، وقال يلزمني نوري اللي هالطفله هذيا كذبت. راهو ما تنساوش راهو جوني ديب معناها ورى اللي فما برشا حاجات اللي معناها امبر هيرد اخترعتهم، مثلا عمره ما ضربها، وجاو راهو معناها جات كيت موس كما تعرف، جات لا تيمواني باش تقول راهو الراجل عمره ما عمل حتى شيء، وجاو كذلك معناها اصدقاء نتاعو قدم كما الين باركن، مثلا الين باركن قال هذا ما عمل لي حتى شيء. لكن من جهه اخرى الجوري قرر اللي فما حاجات تشهير معناها ضد أمبر هيرد اللي يلزم جوني ديب يخلص بهم. ولهذا لازمك تعرفوا الناس كل تقرا تقول 15 مليون دولار باش ياخذهم، ولا لا مش 15 مليون دولار، فما 2 مليون دولار لازم يعطيهم الأمبر هيرد، وأمبر هيرد لازم تعطيه كذلك معناها سوم كبير. دونك يحبوا يعديوا، هذه كان معناها نعملوا ريزومي نتاع القضيه هذه، يحب يعديوا ميساج. شنو هو الميساج اللي يحب يعديه؟ شنو هي الرساله؟ اللي تكون راجل ولا امراه إذا ثم عنف منزلي وتكذب على العنف منزلي تخسر وتخلص. هذا اللي زلنا نشدوه من معناها كم غزمي من القضية. أنا تبعت القضية بالحق، فما برشا ناس إشادة كبيرة ظهرت لي أحيانا مبالغ فيها بالمحامية متاع جوني ديب، لكن ما نعرفش هل المحامية متاعه كانت خشينة ياسر، وإلا أمبر هيرد كانت تعيسة جدا في جمح الأدلة وأحيانا في عدم توليفها للحكايات، كانت كاذبة بشكل مفضوح. معناتها اللي تبعته أنا اليوم أكثر معناتها نقول عنده محامية قوية جوني ديب باش يربح القضية، ولا أمبر هيرد والمحامية متاعها كانوا متواضعين جدا في دفاعهم على أنفسهم وفي مطالبتهم بحقوقهم؟ خذ كل شيء وحطه هكاك يا هادي، على خاطر من جهه كامي فاسكيز والفريق الكل، خاطر ماهيش وحده. فكامي فاسكيز هي شنيا؟ كامي فاسكيز عمت بوس، خاطر الناس الكل تقول هذه ولد صديقه جوني ديب، وهي حاجه حتى ما فماش بالكل. كامي فاسكيز عندها رجلها، فعندها صديقها وكل شيء، ما فما حتى شيء. وجوني ديب في الوقت الحاضر في انجلترا. من جهه اخرى محامين نتاع امبر هيرد غلطوا برشا،
وعندك أمبر هيرد اللي زادت من عندها واللي المحامين متاع جوني ديب فطنوا بها. مثلا كل ما جاوب تغزر للجوري، هذه حاجة حتى معناها فما واحد من لجنة الجوري اللي قال معناها من أنونيمون قال راو كل ما تغزرنا نشوفوا اللي احنا يسر تزيد من عندها، ولهذا شدوها في الحكاية هذه، وشدوها كذلك على حكاية الأموال. كما تعرفوا وقت اللي طلقوا جوني ديب أعطاه 7.5 مليون دولار أعطاه الأمبر هيرد، وهي قالت باش نقول لكم اللي الفلوس هذه باش نعطيهم معناها الأعمال الخيرية، نعطيهم الأعمال الخيرية، ميرسي عايشك هادي نعطيهم، ولهذا فطنوا بها اللي معطات حتى فرنك الأعمال الخيرية. دونك الجوري شنو هما يشوفوا لغامي كونسيونس معناها يشوفوا الناس تكذب ولا ما تكذبش، هذيك غلطة الأولى. غلطة ثانية اللي قالت هي كيت موس أنا صارت لي حاجة عنف منزلي دزني تفكرني في حكاية كيت موس. يا أخي هما اش عملوا طول المحامين بتاع جوني ديب، جابوا كيت موس، كيت موس قبلت باش تقول اللي عمرها ما صارت حتى شيء، دونك كذبة ثانية. وهذو ما زوز كذبات، هذو ما راوي معناها عندهم انفلونس قوية على احيانا رمزي ساعات نقعد بيت معناتها كيفاش انسان بعقله معناتها اللي شفت لما تبعت المحاكمة قلت كيفاش انسان بعقله ابسط قواعد الدفاع على روحه وجمع الحجاج نتاعه ماهيش متوفرة، تقول مثلا راهو ضربني على ظهري قريب يقسمهولي من غدوة تمشي معاه ديكولتي ظهرها عريان في مهرجان وتتصور بظهرها وهي تضحك هي وياه، معناتها حاجة من وراء العقل، معناتها انسان يلزم يكون شوية معناتها ما نستحق مش محاكمة باش تعرفوا الإنسان يكذب. ثم ولما تقول مثلا راهو مشيت للطبيب على خطر خشمي تكسر وكل شيء، الطبيب يقولها يعطيها تقرير متاع الطبيب يقولها ما عندك حتى شيء، وراو نأكدوا اللي ما عندها حتى شيء وبتضربش وتوري التقرير متاع الطبيب، معناتها هذو ما حاجات يحسونا كأنه أنت إنسان معناتها مخو مش فوق منه سامحني، معناتها حتى كي باش يكذب لا يحسن الكذب. تعرف من معناها واحد من ينجمش يقول شكوني أمبر هيرد ولا شنية أمبر هيرد، عملت لها انترفيو برشا مرات أمبر هيرد ما نعرفهاش شخصيا أمبر هيرد، لكن كيما قلت فما برشا هذوما معناها ديزانديس اللي يوريك اللي فما مشكلة، توا فماشي مشكلة معناها نفسية، فماشي مشكلة عقلية فيها الطفلة هذه أمبر هيرد ما نعرفوش. الحاجة اللي لازمنا نعرفو اللي وقت اللي هي قالت اللي جوني ديب وقت اللي هو قال للمنجين ما تاخذوهاش في الفيلم هذايا، هذه حاجه مش بالمجد، مش بالمجد. قالت خسرت هي برشا فلوس في المسيره نتاعها كل شيء، مش بالمجد. جاوا معناها منجين من وارنر براذرز، اللي وارنر براذرز هو المنتج نتاع الفيلم هذايا اكوامان، وقال اللي من الاول اكوامان اول فيلم اكوامان شافوا اللي ما فماش علاقه باهيه سكون ابل باللغه الفرنسيه الشيمي ما بين الممثل جيسون موموا اللي مثل اكوامان وهي، ولهذا قرروا في الفيلم الثاني اللي باش يخرج في 2023 باش نقصوا في الدور نتاعها. يجب تعرفوا كذلك اللي هي صحة ثلاثة أفلام أكوامان، ولهذا وانر باش تقرر كان تجيبها في الفيلم الثالث ولا لا، وحاجة أخرى هذه فما عريضة اليوم، أنها ضد أنها تكون موجودة في أكوامان، عريضة قاعدة تدور توا بتدور من عندها توا شهرين ولا ثلاثة شهر وصلت لأربعة ملايين، عمرها ما صارت في تاريخ لي بيتيشن اللي وصلت 4 ملايين تقولوا نحيها من اكوامان، ولهذا الفيلم مازال موجود وهي باش عندها دور صغير برشا، نحاول لها الدور تقريبا 10 دقائق هما الاخبار اللي عندي الاخرانيين مش يقعدوا كان 10 دقائق، لكن لازمك تعرف اللي في الفيلم الثالث ماهيش راجعه. اما طب تقول لي شنو باش يصير لجوني ديب، جو سي سيون باش تسالني شنو باش يصير لجوني ديب. جوني ديب يرجع عن طريق الافلام المستقله، الفيلم السينما انديبوندون اللي هو نذكركم مع تيم بورتون مثلا ادوار ومان دارجون ادوار سيفر برشا هو افلام مستقله اكزاكتومون، هذوما الافلام اللي طلعوه واللي معناها اعطاوه فرصه باش يكون معناها متوج مثلا في الاوسكارز، مش بيرات دي كارايب، بيرات دي كارايب هذايا شهره وبوبيلاريتي وبوكس اوفيس تجاريه، دونك بيرجع. ما تنساوش حاجه، عرفت نعطيكم مثال اخر، توم كروز تذكر وقت توم كروز مشى عند اوبرا وينفري بدا ينقز على الكنابي والناس كل قالوا مهبول فارامونت معناها الاستوديو اللي كان معناها المنتج نتاع ميسيون امبوسيبل قالوا له طردوه ما عادش نحبوا نخدموا معاه، بعد ثلاثة سنين بشوي رجع في افلام اخرين، هاك تشوف توب جان مافريك، شوف معناها كيفاش توب جان مافريك عامل معناها فينومين اكبر معناها انتري في تاريخ الويكند هذايا نتاع شهر مي. دونك جو بونس كو جوني ديب بشوي باش يرجع، كيما تعرف في جويليا ولن فما مفاجاه اللي جوني ديب قرر اليوم باش يجي لفرنسا باش يعمل كونسير مع جيف باك، ما هو في انجلترا يعمل في تورني مع جيف باك فيتورينغ
باش يجي لفرنسا باش يعمل هذا فيستيفال سونور في فيترول بحذا هذه من ضحايا ضواحي اكسون بروفانس باش يعطي كونسير دونك في جويلة في فرنسا. طب تقول لي علاش في فرنسا؟ على خاطر باش يمثل في فيلم فرنسي فيلم المخرج نتاعو هي مايوان وباش يمثل هو ملك لوي 15 هذا فيلم اسمه جان دو باري وباش يمثل باللغه الفرنسيه دونك باش يرجع بشويه بشويه من طريق السينما المستقل وادوار ادوار نقولوا à contre-courant des pirates des Caraïbes. يعطيك الصحة رمزي ملوكي الحديث معك يهزنا العالم آخر. نشكرك برشا, شكرا على كل المعلومات اللي فتنا بها, نتمنى لك النجاح والتوفيق. رمزي ملوكي زميلنا الإعلامي بقناة سي نيوز كان في متابعة خاصة للقضية التي هزت الرأي العام العالمي جوني ديب أمبر هيرد.